السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في حلقة جديدة من تحدي سكالبين بحساب صغير، يعني بدأنا بـ1000 دولار. دخلت أصدقائي في صفقة الكاديان فريم، يعني فريم 5 دقائق. كما تلاحظون هذا يعني في الحساب الآن تقريبا نحن في اليوم 11 أظن أو 12، لا أتذكر. المهم أننا في يعني كما تلاحظون الآن الحساب به تقريبا يعني 1400 دولار، 1407 دولار، يعني تقريبا حققنا 40% من الحساب في 11 يوما من التداول تقريبا. اليوم هو اليوم 11. إذا أصدقائي قمت ببيع الكاديان وسأشرح لكم لماذا. لاحظوا أصدقائي، هنا لدي الموجة الدافعة وتصحيح، وبالتالي قمت بالدخول لأخذ هذه الموجة إلى الأسفل. هنا يعني هذا الفلاج في 5 دقائق أو دقيقة ليس كافية، يعني التحليل بطريقة أكثر يعني عمق. لاحظوا معي هنا أصدقائي، يعني إذا ذهبنا إلى فريم ديلي تلاحظون أنه لدينا باترن هو هذا، وكذلك لدينا هذا الباترن. لاحظوا وهنا أصدقائي لاحظوا لدي موجة دافعة ولدي 1 2 3، بالتالي هذه الموجة مكتملة، بالتالي لدي هنا 1 2 3 ولم نصحح في هذه المنطقة، بالتالي أنا قمت بالبيع، بيع التصحيح فقط، يعني قمت ببيع التصحيح ثم بعد ذلك سنبحث عن الشراء، يعني لونج تيرم، يعني سوين تريد. بالتالي في سكالبين أنا قمت بالبيع فقط لأخذ هذا البول باك، أوكي، على أساس أنه قد يكون هناك بول باك أو حتى قد يكون هناك لربما أن تكون هذه هي الموجة B ويكون هذه هي الموجة A، 1 2 3 A، 1 2 3 B، ثم 1 2 3 أو 1 2 3 4 5 C قبل الصعود، ممكن. بالتالي ذلك قمت بالبيع، أوكي أصدقائي. لنعود إلى فريم 5 دقائق لنرى سنضعه الهدف. اوكي، اذا اصدقائي الان الصفقه فهي يعني ساعه جيده، ربحت تقريبا 4 دولار، لا مشكله. لنرى اصدقائي اين سنضعه الهدف، ستوب لوس اصدقائي ساضعه هنا، اوكي. ولقد دخلت متاخرا شيئا ما، لذلك دخلت بلوت صغير شيئا ما. الهدف سيكون هو، طيب لنرى اين سيكون الهدف. يعني تعرفون في سكالبين انا يعني اقوم بالدخول وعندما احقق الهدف اليومي اخرج من الصفقه، لا اعتذر كثيرا. لذلك ساقوم حسابي الهدف اليومي الذي سيكون هو تقريبا يعني 82 95 96، هذا هو الهدف. إذا هذا الهدف هو 127 فيبوناتشي اكستنشن، 127 فيبوناتشي اكستنشن لهذه المنطقة، بالتالي إذا تم الكسر سنبقى إلى هذه المنطقة، وإذا تم كسر هذه المنطقة سأحول ستوب إلى بريك إيفن، أوكي؟ إذا هذه هي الصفقة، وهذه الصفقة قمت بوضعها كذلك في قناة، في قناة يعني قناة خاصة بالتداول، قناة توصيات، تلاحظون سيل كاد ناو ات 8320 ستوب لوس تيك بروفيت. هذه سوينج تريدين ليست بسكالبين، ولكن أنا قمت بأخذها سكالبين فقط لأخذ بعض الأرباح. الهدف سيكون أكبر من ذلك، الهدف هنا 82 16، أوكي. إذا هذه الصفقة، أعود إليكم أصدقائي يعني خلال لحظات لنرى تطورات هذه الصفقة. إذا كما تلاحظون أصدقائي هنا بول باك قوي، هذه بول باك يعني ليس بول باك يعني يعني لن يخرج، أظن أنه سيخرجنا من الصفقة، بالتالي سأحاول سأقوم بإضافة صفقة أخرى إن عاد الـ USDCHF في هذه الشمعة إلى هذه المنطقة، سأقوم بإضافة أخرى، إضافة صفقة أخرى، ودائما ستوب لوس سيكون في هذه المنطقة، وهذه الصفقة الثانية ستكون باستراتيجية
ستكون بمساعدة استراتيجية جديدة قمت بتطويرها مؤخرا، يعني تعتمد على يعني تحليل موجي على برايس اكشن وكذلك على مؤشر واحد الذي هو يعني الستوكاستيك فقط. هذه الاستراتيجية الوحيدة التي اعتمد فيها على مؤشر ستوكاستيك. بالتالي اقتربنا من الدخول في الصفقة الثانية أصدقائي. تعزيز، إذن كما تلاحظون اقتربنا من الدخول في الصفقة. الآن قمت بالدخول في صفقة الثانية تعزيز للصفقة الأولى، ودائما ستوب لوس سيكون في هذا المنطقة فوق هذه. اوكي، اذا هذه الصفقه الثانيه، والتيك بروفيت سيكون نفس تيك بروفيت اصدقائي. اوكي، اذا الان هاتي الصفقتان اللذان يعني نحن بهما، صفقه الكاديان بيع، وحتى يعني أصدقائي وإن عاد الكاديان وضرب ستوب لوس فسنقوم بالبيع مرة أخرى من الأعلى من هذه المنطقة، لأنه إذا كان هذا إكسباندين فلات فسيصحح هنا ونخرج من الصفقة صفقتين ونبحث عن البيع من هذه المنطقة مرة أخرى. بالتالي ننتظر أصدقائي ونرى هل هذه الصفقة جيدة أم ليست جيدة. أصدقائي الآن سأقوم بتحويل ستوب لوس إلى هذه المنطقة، وسأقول لكم لماذا أريد تحويل ستوب لوس إلى هذه المنطقة، لأنه إذا ذهبت إلى فريم الدقيقة سأجد أن هناك تصحيح. لاحظوا فريم الدقيقة، لاحظوا معي هناك تصحيح، وهذا يعني أن الكاديان سيصعد لمرة أخيرة قبل النزول. بالتالي لا أريد أن أبقى في هذه الصفقة حتى ولو كانت خاسرة، سأبحث عن البيع من هذه المنطقة مرة أخرى. جاء الكاديان وأخرجني من الصفقة. أوكي، بالتالي يعني المنطقة التي دخلت منها كانت منطقة جيدة جدا، فقط ربما يعني لم أقم بالتحليل الصحيح، وكان هذا expanding flat ربما. هذا الباترن ربما كان expanding flat. أنا قلت بأن هذا هو واحد وهذا expanding اثنان ثلاثة، بها واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان running flat ثلاثة. تلي قلت بأن هذه الموجة كاملة، لكن يعني إن عاد الكاديان من هذه المنطقة فهذا جيد، ولكن إن صعد فسنخرج من هذه المنطقة التي يعني يجب الخروج منها، لأنه إن تم ضرب ستوب لوس فهذا أكيد أن الكاديان سيصعد فقط إلى هذه المنطقة ثم ينزل. أوكي، لذلك قمت بتحويل ستوب لوس إلى تلك المنطقة، فالهدف هو تحريك ستوب لوس انطلاقا من ما أراه في البنية. أوكي، وهذه الاستراتيجية الثانية التي استعملت لتعزيز الصفقة فأظن أنها استراتيجية قوية جدا، استراتيجية قوية جدا استعملتها، يعني قمت بتحليل، قمت يعني بتطبيقها لمدة سنة وأنا أطبقها وأقوم بالباك تيستين لها، وهذه الاستراتيجية تخول لك الدخول في أحسن منطقة ممكنة، يعني لأنه يعني عندما تدخل يعني دخلنا من هذه المنطقة في الصفقة الثانية يجب أن ينزل بقوة ذلك الزوج أو تلك ذلك يعني الماركت التي أنت قمت بتداوله. بالتالي إن لم ينزل بقوة فهذا يعني أنه يجب الخروج بأسرع وقت ممكن، لذلك قمت بتحويل ستوب لوس إلى هذه المنطقة، وكما تلاحظون فهو ينزل الآن بقوة. بالتالي فهذه الاستراتيجية الثانية فهي قوية جدا. كذلك المشكل في هذه الاستراتيجية هو أنه إن لم تكن تضبط التحليل الموجي من 10 مستحيلات أن تضبط هذه الاستراتيجية،
بالرغم من ان فيها فقط مؤشر واحد. يعني في هذه الاستراتيجية استعمل فقط ستوكاستيك، ولكن استعمله بإحداثيات مختلفة، استعمله بطريقة مختلفة عن كل الذين يستعملونه، وكذلك استعمل التحليل الموجي واستعمل البرايس اكشن، وحتى البرايس اكشن استعمله بطريقة مختلفة اصدقائي. و يعني هذا هو هذه يعني الان كما تلاحظون فالكاد يعني ينزل، هناك شمعة تنزل بقوة كبيرة، بالتالي يعني بقينا في الصفقة. الآن أصدقائي ما الذي سأقوم به إذا اقتربنا من الترند لاين؟ إذا وصلنا إلى الترند لاين سأقوم بتحويل ستوب لوس إلى بريك إيفن إلى هذه المنطقة، وستكون الصفقات مؤمنة، بالتالي لن تكون خاسرة، ولكن شرط أن يأتي يعني الكادين إلى هذه المنطقة. هنا أصدقائي كذلك شيء آخر مهم، إن عاد الكادين من هذه المنطقة، يعني هذا الكاد ديال هذه المنطقة، فهذا يعني أن هذا تصحيح بهذا الشكل وقد ينزل، أوكي؟ بالتالي لنرى ما الذي سيقوم به، ولكن يجب أن ينزل الكاد ديال بطريقة قوية، يعني بالاعتماد على الاستراتيجية التي يعني قمت بتحليلها، فالكاد ديال يجب أن ينزل بقوة، لا يجب أن يعطينا ذلك التصحيح. تلاحظون قد نزل بقوة، كسر هذه المنطقة، بالتالي لنرى أصدقائي ما الذي سيقع. إذا لاحظوا أصدقائي، تلاحظون الطريقة التي نزل بها بعدما دخلنا في الصفقة في هذه المنطقة، الطريقة التي نزل بها الكاديان صفقة التعزيز. بالتالي كما قلت لكم في هذه الاستراتيجية، استراتيجية قوية جدا، وأنا يعني أتحمل المسؤولية ما أقول. الآن نحن تقريبا ربح 15 دولار، لن أقول لهم هذه الصفقة سأقوم بتحويل ستوب لوس إلى بريك إيفن أصدقائي. إذا هذه المنطقة، بالتالي الآن الصفقات تقريبا مؤمنة، يعني صفقة قد نخسر فيها دولار وصفقة لن نخسر فيها شيئا، ولكن لماذا؟ الآن لا يجب للكاديان أن يرجع، لا يجب للكاديان أن يرجع ويلمسنا ويخرجنا، لأنه إذا رجع وأخرجنا فهذا يعني أنه قد يصعد، يعني أن هذه الموجة اكتملت وقد يصعد، مع العلم أنه كذلك هناك احتمال أن يكون هذا ران انفلاند، بالتالي لا أريد أن أخذ هذا الاحتمال، أو ربما لنرى أين يمكن أن نضع ستوب لوس، لأنه قد يرجع ويعطينا راني فلات قبل النزول، ممكن. المهم لأن سأترك الصفقات بهذه الطريقة، يعني سنؤمنها. الآن لن نخسر شيئا في الحقيقة، يجب وضع ستوب لوس في هذه المنطقة، ربما في هذه المنطقة هنا، لأنه إذا عاد لهذه المنطقة سيكون راني فلات وينزل. ولكن تلاحظون القوة التي نزل بها الكاديان، يعني استراتيجية يعني أظن أنها قوية وقوية جدا. لكن هناك بول باك قوي أصدقائي، هذا البول باك قوي، هذا البول باك على فريم 5 دقائق قوي، تلاحظون. هل هذا اوكي؟ اذا الان اصدقائي بعدما تم كسر تريند لاين سنرى، يعني تلاحظون تم كسر تريند لاين، بعد ذلك كانت هناك يعني رياكشن قويه، يعني ليس هذا ليست علامه جيده، ولكن لننتظر لنرى اصدقائي الذي قد يقع. هذا البول باك ليس بالجيد، لنرى عند اغلاق هذه الشمعه، يعني شمعه 5 دقائق، سنرى ما الذي سيقع. اوكي طيب، ساعدوا لكم بعد قليل. تلاحظون أصدقائي، فهنا الكاديان رجع، وهنا احتمالان، إما أن يكون هذا رانين فلات ويجب أن يعود من هذه المنطقة، لا يجب أن يخرجنا من الصفقة، أو سيصعد لمرة أخيرة، يعني إما أن يكون هذا، لا أظن أنه رانين فلات، أظن أنه سيصعد يخرجنا من الصفقة. بالتالي وسنبحث عن بيع من هذه المنطقة مرة أخرى، بالتالي لا مشكلة، لأنه الهدف لدي كان أكبر من هذا، من تريند لاين كان أكبر من تريند لاين، بالتالي لن نخسر شيئا حتى لو خرجنا من الصفقات، يعني حتى لو أخطأنا في التحليل، بالرغم أننا لم نخطئ في التحليل، لأنه في الحقيقة الهدف الأول يجب أن يكون في هذه المنطقة،
ده هو الهدف الأول، ولم نخطئ في التحليل. بالتالي سننتظر أصدقائي ونرى. أصدقائي كما ترون تم إخراجي من الصفقة الأولى بدون خسارة، خسرنا فقط الكوميشن وبقيت صفقة واحدة. المهم بقيت صفقة واحدة، وهناك مشكل في هذا البروكر، هذا البروكر يعني تيلر معنا القوالب العربية. بالتالي أصدقائي إن كان هذا راني فلات يعني سينزل من هذه المنطقة. لا خرجنا فهذا يعني أنه سيصعد إلى هذه المنطقة. أوكي لنرى لنرى. إذن كما تلاحظون أصدقائي تم إخراجنا من الصفقة. الآن ماذا سأقول؟ سأحاول البيع مرة أخرى، ولكن عندما يتم إعطائي فرصة للبيع. الآن خرجنا من الصفقة، لم نخسر شيئا، خسرنا فقط الكوميشن تقريبا $3. أوكي. إذا لاحظوا أصدقائي بالنسبة للكاديان يعني صنف وداس يعني خدم معنا القوالب. دونك لاحظوا هادشي اللي دار الكاديان، كتلاحظوا في مجدفعة وعطانا راني فلات. لاحظوا خرجنا من الصفقة هنايا، الصفقة بجوج، ومن بعد ذاتس أوكي. I'm gonna sell again. Je vais vendre encore une fois. غادي نعاود نبيع من 83 تقريبا 11، غادي نبيع تفاقم بالبيع من هذه المنطقة إن شاء الله. الخط الأزرق توب لوس غادي نديرو فوق من راني فلات. أوكي لاحظوا أصدقائي هنا يعني ربما يكون هذا راني فلات. تلاحظون تلاحظ يكون هذه واحد اثنان ويصعد الكاد الى المنطقه اللي يكسر، ونغير تريند لاينات لتصبح تريند لاينات بهذه الطريقه. اصدقائي تلاحظون بهذه الطريقه، بالتالي يعني قد تصعد الى هذه المنطقه، واذا رجع هنا نقوم بالبيع، وساقوم بالبيع بقوه يعني لكي تكتمل هذه الموجه. واحد اثنان ثلاثة، قد نبحث عن البيع مرة أخرى. أصدقائي أصدقائي سأحاول البيع أفريم دقيقة، وسأقوم بالدخول من هذه المنطقة يعني 83-26 هي منطقة الدخول بالنسبة لي. أصدقائي إذا أصدقائي قمت بالدخول في الصفقة من هذه المنطقة، لأنه هناك ذلك طبقت استراتيجية جديدة، وكما قلت لكم فهي استراتيجية قوية جدا. ولنرى لاحظوا ستوب لوس سيكون فقط في هذه المنطقة، هنا سأضع ستوب لوس في هذه المنطقة فقط، يعني ستوب لوس صغير وصغير جدا. بالتالي نرى أصدقائي وحتى لو تم ضرب ستوب لوس سأقوم بالدخول مرة أخرى. بالتالي الآن هذه الاستراتيجية تقول لي بأن يجب أن أبيع، قمت بالبيع ستوب لوس صغير لأنه هناك كذلك خبر قادم خلال يعني تقريبا دقائق. بالتالي لنرى أصدقائي هل هذه الصفقة ستكون جيدة أم لا، أم ستضرب ستوب. أصدقائي سأقوم بتحويل ستوب لوس إلى بريك إيفن الآن. أوب كمان كمان، لا يريد أن يحول ستوب لوس إلى بريك إيفن. أردت تحويل ستوب لوس إلى بريك إيفن، بالتالي سنبقى أوكي، سنبقى في الصفقة لا مشكلة. هنا هناك احتمال أن يصعد لي مرة أخرى، لأنه يعني الاستراتيجية تقول بأن يجب أن ينزل الكاديان بقوة، لا يجب أن يتأخر، بالتالي أعطانا فرصة لنحول ستوب لبريك إيفن، ولكن لا أدري. اوكي الان حولنا الى منطقه الدخول، يعني هنا خرجنا سنقوم بالدخول مره اخرى في الصفقه بعد ذلك. بالتالي خرجنا من الصفقه لا مشكل، سنقوم بالدخول في الصفقه مره اخرى اصدقائي عندما تتاح لنا الفرصه.
إذا أصدقائي سأقوم بالبيع مرة أخرى من يعني 83-25 من تريد لاين. أوكي اقتربنا. أوكي اقتربنا من الخط الأزرق الآن. إذا الآن قمت بالبيع مرة أخرى، ستوب لوس دائما سيكون هنا وباعتماد نفس الاستراتيجية التي قلت لكم، ويعني أريد أن ينزل الكابيتال بقوة. يعني هذا هو ما أتوقعه دائما انطلاقا من هذه الاستراتيجية التي يعني الجديدة التي أستعمل. وهذه الاستراتيجية الجديدة أصدقائي تخول لي أخذ الموجة السي، يعني الموجة السي. في الأول كان لدي مشكلة أصدقائي عندما تقوم بتحليل موجي، عندما كنت أقوم بتحليل الموجي كان لدي مشكلة. المشكل الوحيد هو أنه أعرف، يعني كنت أعرف تحديد الباترن، ولكن المشكل عندي هو كيف أقوم بتحديد النقطة C التي أستطيع البيع منها مباشرة وينزل السعر بقوة. بالتالي الآن تلقى من هذه الاستراتيجية استطعت، يعني خولت لي أن أعرف بالضبط النقطة C. وكما لاحظتم قد أكتشف على فريم دقيقة، وقد أكتشف كذلك على فريم 5 دقائق. أوكي، بالتالي لنرى هل هاتي فعلا هي النقطة C وسينزل الكاديان بقوة كبيرة إلى الأسفل. لحد الساعة ربما هذا شيء جيد، تلاحظون. بالتالي لنرى إذا استهدفنا تريند لاين كم سيكون الهدف. 59 دولار سيكون تحقيقا للربح اليومي. لنرى هل نستهدف أكثر، لنرى ربما نستهدف أكثر. بالتالي سنة. المهم إذا وصلنا ربما، لا أنا أريد أن أحقق الهدف اليومي، لا أريد أن أبقى في هذه الصفقة كثيرا، لا أريد كذلك أن يعني أنا أبقى أراقب هذا الكاديا لأنه لدي مجموعة من الحسابات التي أتداولها. بالتالي فحساب سكالبين أو سكالبين تشالنج بحساب صغير فأعطيه فقط بعض من الوقت حتى أريكم الطريقة التي أشتغل بها وتفهموها لمن أراد أن يلتحق بنا. فمرحبا بأصدقائي. بالتالي الآن يعني سأحاول تحقيق هدف اليومي وأخرج. أصدقائي كما تلاحظون الآن يعني لا يجب أن يصعد السعر ويلمس ستوب لوس، بالتالي سأقوم بتحويل ستوب لوس إلى بريك إيفن. أوكي نحن الآن حولنا ستوب لوس إلى بريك إيفن. يعني سأخذ بعض الأرباح عند التريند لاين، وسيكون الهدف هو 127 فيبوناتشي اكستنشن إن لم يعود الكاديان وأخرجنا من الصفقة بريك إيفن. بالتالي سيكون الهدف 82.85. أتمنى أن لا يعود الكاديان ويخرجنا من الصفقة بريك إيفن. معنى القلب. اوكي لنرى اصدقائي، فانا اريد ان ينزل بقوة، يعني نزل الشمال الاولى بقوة، وبالتالي يجب ان يكون هناك ما يسمى بالفولو ثرو، يعني ان ينزل كذا ان يكمل بشمعة اخرى. لا اريد ان ارى اي بول باك هنا، لا اريد ان ارى اي بول باك قوي. بالتالي نرى هاتي الشمعة شمعت 5 دقائق كيف ستنتهي، واعود اليكم اصدقائي. أصدقائي سأخذ بعض من الأرباح في هذه المنطقة لأنه بقيت تقريبا 3 دقائق على خبر على الكاد. بالتالي أخذت تقريبا 80% من هذه الصفقة ربح. تلاحظون قوة هذه الموجة كما قلت لكم أصدقائي، يعني من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة كانت قوية، وأعطتنا تقريبا كم من نقطة بسرعة، أعطتنا تقريبا يعني 8 نقاط. يعني 8 نقاط لو كنا ندخل بها، يعني لو كان لدينا مثلا حساب في 10,000 دولار سندخل مثلا ب 10 دولارات للنقطة، وبالتالي فهذه 80 دولار في صفقة واحدة. اوكي بالتالي الآن سننتظر، إذا عاد السعر وخرجنا بسبب الخبر فلا مشكلة. بالتالي الآن أنا قمت بأخذ تقريبا كم أخذت من هذه الصفقة؟ 21 دولار. اوكي جيد، وسأترك الهدف الأخير إلى هذه المنطقة.
لنرى ما الذي سيقع أصدقائي. إذا كما تلاحظون أصدقائي فالخبر هنا تقريبا على الساعة الثالثة الآن، فنحن على الساعة تقريبا بقية دقيقة، واليوم فهو 30 أكتوبر 2019، بقية دقيقة على هذا الخبر في الكاد، هو خبر قوي. كذلك هناك خبر الساعة الرابعة والربع، تلي خبران قويان. لذلك قمت بأخذ الصفقة وخرجت منها بسرعة كبيرة، حقنا 20-21 دولار، يعني بالنسبة لحساب ب1000 دولار فجيد. الآن سننتظر لنرى الخبر كيف سيكون، بقية دقيقة أصدقائي. إذا سينزل الخبر خلال 4 ثوان أصدقائي، 4 ثوان. الآن نزل الخبر. أوكي. جيد. اقترب من الهدف. جيد. Come on. Out. أوكي. حققنا 41 دولار من هذه الصفقة. جيد. سأخبر أصدقائي حتى يخرجوا من الصفقة كذلك. إذا كما تلاحظون أصدقائي، فيعني بالنسبة لإخوان المشاركين معي في قناة سكالبين فقد خرجوا من الصفقة، أما بالنسبة لإخوان المشاركين معي في هذه القناة اللي هي قناة سون تريدين فقد أخبرتهم بأن يحركوا الصفقة إلى منطقة الدخول، لأن الهدف هو أكبر بكثير، وسيكون الهدف تقريبا هو 82-29 تقريبا، 82-29 ربما، هذا هو الهدف. أوكي، بالتالي كما تلاحظون أصدقائي اليوم حققنا الهدف من هذه الصفقة، تقريبا حققنا يعني 42 دولار، يعني 4% من الحساب كما تلاحظون. فهي استراتيجية قوية جدا، هذه الاستراتيجية التي تخول لي الدخول في الصفقة. تلاحظون من أين دخلنا، يعني دخلنا من بداية الموجة من هذه المنطقة ولم تعذبنا، أعطتنا فرصة لأن أقوم بتحويل ستوبلوس إلى بريك إيفن. ولاحظوا هذه القوة، يعني الخبر فقط جاء يعني ليكمل هذا المومنتوم، أما يعني نحن دخلنا قبل الخبر كما لاحظتم. أوكي، إذا أصدقائي لمن أراد تعلم هذه الاستراتيجية فمرحبا به، يعني لا أستطيع أنا يعني أنشأ المشاركة معكم مع الأسف هكذا مباشرة، ولكن ما أراد أن يتعلمها فمرحبا به في الدورات التدريبية. أوكي، إذا لا تنسوا أصدقائي أن العلم يعرف الكذب. كان معكم وسام من قناة السكالبين روم مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.